والسلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور. وسؤال جديد هالمرة جاي في العام في التويتر، وش رايك في الشروكي الجديد خصوصا الصمت، ومتى المتوقع انه ينزل؟ طبعا يمكن في خلاف شوي على الاسم، الاسم مو بالشروكي، هو الجراند شروكي، وشركة الاف سي اي اللي هي فيات كرايزلر اوتوموبيل، عندهم اكثر من لاين، ويمكن خلنا نمسك العلامة الامريكية شوي، يمكن هي الوحيدة في العلامات الامريكية اللي ما طلعت لاين لوكجري بشكل لوكجري صح. لو بنشوف مثلا جنرال موتورز نزل الكادلك، الفورد نزل اللينكن، بينما الكرايزلر كعلامه تحس في شويه في اكثر من براند وتجمعت بعدين تفرقت، يعني الدوج كان دوج رام، بعدين صار الرام الحال، بعدين صارت الكرايزلر، بعدين الدوج صارت الحال، بعدين الان يبون يطلعون الجيب تكون براند وعلامة الحال، طلعوا الفراري كانت تحت الفيات، بعدين طلع، يعني في شوية لخبطة خلنا نقول كذا بين الاوروبيين والامريكان في الاف سي او الايطاليين. لذلك يمكن اعتبر ان الكرايزر يعتبر علامة افخم من الدوج، والجراند شروكي افخم من الشروكي. فنرجع للشروكي، الشروكي سيارة قديمة، يعني يمكن من الستينات طالعة، من السبعينات، يمكن ما وصلت عندنا في الخليج الا موديلات الثمانينات، هذا المصندق اللي كان حجمه صغير وكان وحش. طلعت منه الجيب، طلعت منه فئة افخم وسمتها الجراند. الجراند يعني نتكلم على الشيء الأفخم، الشيء الأكبر، الشيء الأفضل خلنا نقول. في التسعينات مبدئيا الناس انبسطت على السيارة هذه، وكان فيها شغلات كثير من الواغونير اللي هي سيارة زوجة زي تسمع المسلسل هذاك الرهيب، زوجة هايزنبرغ. فالجيب هذا مع انه يعني طالع من التسعينات والواغونير طالع برضه قديمة، الا ان السيارة ما هي بادي اون فريم زي باقي سيارات الاس يو فيز الثانية، كانت يوني بادي، فكانت سيارة مريحة جدا، يعني سيارة تعتبر مختلفة عن السيارات الجيوب. لا تتكلم عن الأوروبي ولا الأمريكي ولا الياباني، فكانت متميزة بالراحة وبنفس الإمكانيات، وبنفس الوقت الإمكانيات الرهيبة في البر. ولكن غالبا العلامات الفخمة شوي أحيانا يصاحبها أنواع من المشاكل، خلنا نقول الريلايابيليتي ومشاكل الصيانة وقطع الغيار والخرابات. فلما صار في تعاون او اندماج خلنا نقول بين دايملر مرسيدس بنز وكرايزلر في فتره من الفترات، خلنا نقول كانت في نهايه التسعينات مع 2000 بعد ما فصل، يعني في القرن 21 خلنا نقول، كان في تعاون كبير على كثير من السيارات، يعني كانوا ياخذون بعض شاسيه وما ادري ايش. فكان الجراند شروكي يعتبر من السيارات اللي عبارة عن بئر من المشاكل، والناس اللي أخذوا السيارة هذه أخذوها على أساس أنها تعتبر سيارة فخمة وسيارة عملية وسيارة دفع رباعي وحقة بر، مع أنها كان يجي منها دفع خلفي، ولكن كانت تعتبر سيارة فخمة، ولكن كانت مشاكلها قاتلة ومكلفة جدا. ليش؟
لأن كانت الديفلوبمنت حقت الجراند شروكي مع جيب المرسيدس المخيس الجيلي، يعني اللي امتلكوا السيارة هذه في الأجيال الأخيرة بدون مبالغة يمكن ما كان يمر عليهم شهر شهرين، طبعا اللي عنده مشاوير ما شاء الله ما يمر يسلم على الوكالة وتقعد عندهم كم يوم، وكانت صدمتهم أن نظام التعليق اللي في السيارة أنه غالي جدا جدا. فشخص بيشتري سيارة حلوة ومرتبة لما يتفاجأ أنه يقول والله عندك المعاون أو المساعد نظام التعليق الواحد قيمته 500 دينار 600 دينار أو 5000 6000 7000 ريال سعودي، ينصدم يقول أنا ماني شاري مرسيدس، أنا شاري جيب، فليش أدفع المبلغ هذا على نظام تعليق؟ فنقدر نقول أن في شوي في موضوع الاعتمادية في السيارة هذه. طبعا للأسف الشروكي اللي تعتبر السيارة العادية للأسف أن الأجيال الأخيرة حقتها يعني تقريبا انقرضت من السوق، مع أنها في بداياتها كانت مكتسحة السوق وكانت الناس تكشخ فيها. وأنا من ضمن الناس اللي ركبت مع الوالد الله يرحمه في الجيب الشروكي الثمانينات، حتى كان له صوت ميزة الإكزوز حقه وصوت المحرك كان له صوت كده مرتب. ولكن خلنا نقول السيارة تعتبر سيارة شكلها حلو، ركوبها حلو، يمكن كان فيه بعض الملاحظات على السلامة والسيفتي انه في بعض الاختبارات كان شوي وينقلب، ما انقلب بس با ينقلب. كانت المشكلة ان نظام التعليق لما تضغط على جهة من الجهات ولما يتعدل الوزن السيارة فكان يرجع بسرعة، فمع رجعته بسرعة يحاول انه يقلب السيارة. طبعا هذه في عالم الريس وعالم السباقات تعتبر يعني من اكثر ردود الافعال اللي تخلي الواحد انه يفقد السيطرة في حلبات السباق وحتى في الشوارع العامة، يعني لما تلف يمين ويسار وبعدين تتعدل السيارة فجأة تلقاها تنحرف من نفسها. فهو عشان نظام التعليق ينضغط يكون عليها مثلا وزن عالي، مثلا يكون على النظام التعليق هذا 800 كيلو، فينضغط درجة معينة فجأة انتقل الوزن على نظام على الجهات الثانية، فصار بدل ما هو 800 كيلو مثلا صار 300 كيلو، فراح يتمدد هو زي الزنبرك فراح يرمي السيارة في الجهة الثانية. فكانت ردة فعلها عنيفة شوي، مو هو موضوعنا. الآن الـ FCA الشركة هذه الكبيرة الآن قاعد تطلع سيارات جديدة. شفنا الواغونير اللي للأسف ما له علاقة في الواغونير اللي جيلي واللي قبل عشقنا السيارة هذه وبسطنا فيها لما شفناها في هايزنبرغ أو بريكنج باد. الجراند شروك الجديد تغير جذري وصار عبارة عن فئتين، فئة الشاصية اللي بيكون طويل بحيث أن يعطونك 3 صفوف، وهذا الجيل أو أول سيارة راح تطلع، بعدين راح ينزل منه الشورت القصير. طبعا ما شاء الله الطويل تقريبا أطول من الجيل الحالي تقريبا 17-18 سنتي، فنتكلم على يعني مقاس حق الكرسي الأخير وأكيد بيكون حق أطفال. الجيب بدأت تتغير في التصميم، صار تصميم للمستقبل، جابت لك التكنولوجيا الجديدة. الداخلية تغيرت، صار عندك شاشة أكبر إلى حد ما، يعني أعتقد أعلى فئة بيكون عليه 8 إنش، فهم يبغون يميزون الواغونير أنه هو top of the line اللي بيكون كله شاشات من داخل، وأكيد أنه راح ينافس تقريبا الإسكاليد واليوكن الدينالي والنافيجيتر والإكس 7 والجي ال اس وانت ماشي. فالجراند شروك الجديد يمكن الناس انبسطت واستانست انه صار الان 3 صفوف، مع انه اوريدي عندهم الدوج الدورانجو 3 صفوف ومبيعاته ما شاء الله مكتسح السوق بدون ما حد يدري. ايش في هذا مو منتبه. يمكن الشباب تفضل الجراند شروكي الشورت،
خصوصا فئات الاس ار تي. طبعا نبي لهم الله يعينهم يصبرون شوي لما ينزل الاس ار تي. ولكن الاشخاص اللي يقول والله ودي بالجراند شوريك، انا احب العلامه هذه ومبسوط عليها، بس اني ابغى ثلاث صفوف وما ابغى ما ابغى علامه الدوج، ابغى علامه الجيب. فهذه شغله ايجابيه. المحركات ما شفنا شيء جديد، البنتا ستار 3.6، ال 5.7 اكيد راح نشوف، الفئات الاعلى الاس ار تي والفيرجنز الاخرى راح تنزل على الجراند شيروكي، بس يبغى لها شويه وقت لما تنزل. المتوقع ان السياره تنزل يعني متوقع السنه القادمه انها تكون متوفره. الواجونير يمكن تنزل السنه هذه، الله اعلم. ولكن انا افضل انك تصبر شوي، خصوصا شركه الاف سي اي بشكل عام العلامات هذه غالبا تنزل لك اول اجيال يكون فيها شويه تشالنجز خلينا نقول. فحاول انك اذا ما انت شخص تحب اني والله توني اول واحد يشتري الجراند شيروكي في السعوديه ولا في الكويت ولا في اي مكان، انا افضل الواحد انه ينتظر شوي لما انه يشوف خير السياره هذه من شرها. يمكن اوكي موضوع المحركات لها ايجابيات وسلبيات، يعني البروز والكونز. البروز ان ماكينه او المكان هذه معتمده ومعروفه، فما مشاكلها معروفه، ما في عندك اي مشكله. ولكن اذا انك تبغى تتكلم على توفير وقود، توفير بنزين، فاكيد ان السيارات هذه او المحركات هذه تعتبر قديمه فتصرف بنزين. المحركات الجديده اذا بتكون تيربو وحجمها صغير فبتوفر. لو بنقول المحركات اذا بنقارن في الجنرال موتورز، قلت قبل كم يوم ان نزلوا رجعوا نفس المحركات على اليوكن، التاهو، الاسكليت، نفس المحركات القديمه، فما استفدنا شيء. فالسيارات هذه تعتبر شاحنات اصلا، وادائها صراحه انه يعتبر ضعيف، وصرفيتها بتكون يعني اكيد بتكون اعلى شوي اذا بنتكلم عن الاجيال الجديده. الاف سي اي، الدوج، الشروكي، الجيب، العلامات هذه احجامها صغيره، اوزانها اخف، ومحركاتها اقوى شوي الى حد ما، فتعتبر يعني يمكن خيار افضل للشباب. يعني كرايزلر، الدوج، الجيب يمكن تعتبر من افضل السيارات المعقوله والاسعارها قريبه من الجيل الشباب، فتحسها شبابيه اكثر. قبل ما انسى، فئات الشروكي اكيد بيكون الستاندرد يسمونه اللاريدو، ثم بعدين يجيك الليمتد يعني في مواصفات افضل شوي. اللاريدو احيانا ينزل دفع خلفي ما يكون في مواصفات ولا شيء. في عندك الليمتد الاعلى بيكون في مواصفات حلوه شوي، بعدين يطلع منها حق البر بينزلون عليه اللي هو السسبنشن اللي يكون اللهم صل على رسول الله بغى يدخل فيني مع الدوار. المهم راح ينزل فيه الهيدروليك، وبعدين فيه الصمت اللي يكون الفولي لودد اللي يعتبر يعني التوب اوف ذا لاين. فهذه فئات الجراند شيروكي للاشخاص اللي ما دخلوا في عالم الجراند شيروكي، ولكن الناس اللي يعرفونه فراح يعرفون مجرد ما يشوفهم في الشارع راح يعرف الستاندرد من العادي من الشيء الفخم. ويعطيكم العافية.